السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا إثبات سحب تاني يا شباب جديد لموقع شبيه موقع ماني ماني، أفضل موقع استثمار يا شباب اشتغلت عليه عن نفسي. الموقع يا شباب بيديك لمدة 69 ساعة، بيعتبر 100%. أنا لو حطيت 100 روبل هتاخد 200 بعد 69 ساعة يا شباب. دي اخر صحبات واخر ايداعات الشباب في الموقع. الموقع كنا شرحنا طريقه تسجيل فيه، الاسم والايميل والباسورد، وبعد كده بتحط عنوان المحفظه بتاعتك. لازم تحط العنوان بتاعك قبل ما تخش على الموقع عشان مش هتعرف تخش على الموقع وتحط العنوان بتاعك، تمام؟ بعد كده هنيجي بقى على دخول والسحب من هنا يا شباب. هنخش على طول على الموقع. زي ما انتم شايفين يا شباب في رصيدي 98 روبل بعد ما عملت الفيديو اللي فات وبعته لهم، اعطوني 60 روبل تاني اهو يا شباب، ال60 روبل، وكده بقى في رصيدي زي ما انتم شايفين 98 روبل. هنخش على السحب يا شباب. طبعا انت لو تعمل ايداع تيجي من هنا، اهو يا شباب بتيجي من هنا تحط تختار الخطة، ومن هنا بتحط رقم المحفظة بتاعتك او بتحدد المحفظة بتاعتك وتحط المبلغ وتعمل سحب. للإيداع للسحب يا شباب هنيجي من هنا، عندنا 98 روبل، كنا ساحبين 95، هنحدد المحفظة وهنحط المبلغ وهنعمل طلب سحب. هنخش على البير، اخر حاجة عندنا يا شباب 7 سنت، وهنعمل طلب سحب. ثواني بس، السحب بيحمل، الموقع بيحمل اهو يا شباب. زي ما انتم شايفين السحب تم. هنخش على البير ونعمل ريفريش. اخر عندنا كان 7 سنت اهو يا شباب، 98 روبل، وبكده الموقع يا شباب صادق. هنخش كده على اهو يا شباب، وبكده الموقع صادق. لو رجعنا تاني الحساب بتاعنا اهو يا شباب، زي ما انتم شايفين رصيد الصفر والحساب اتضاف اهوت. وطبعا من هنا اللي بتعرف ارباحك كلها في الموقع، وهنا رابط الاحاله، ومن هنا الاعدادات مش هتلاقي فيها اي حاجه عشان المحفظه بتحفظ من وانت بتسجل. وبكده يا شباب يكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.